في حديث العرب هذا الأسبوع. ما حدث في 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 الشيشان مفاجأة، نعم، تنبه على أننا يجب أن نرتفع عن هذه الدوائر الضيقة ونتعامل مع الإسلام بروحه. لم يحدث أن العرب وأدوا بنات بالطريقة التي قالها الوعاظ، التي قالها المفسرون، بأن الرجل يأخذ بنته ويحفر لها حفرة ويدفنها ويحيى. نحن نريد الحين الدولة الوطنية. الآن الذي يحصل أن الدولة الوطنية أصبحت غير واضحة في أذهان الناس. المواطنة أليست الدولة المدنية؟ يعني هذا الغائب بقوة في أغلب مناطق العالم العربي، أليست هي ممكن أن تكون هي الحل؟ الأكاديمي السعودي مرزوق بن تنباك في حديث العرب مع سليمان الهتلان.